خلينا نروح لخبر امبارح تابعناه بكل أسى وحزن، أسى حقيقي وحزن حقيقي، لأنه إحنا طول الوقت بنقول ما ينفعش تعتاد أعيننا، ولا ينفع إن إحنا نترك صغارنا وأولادنا يتعودوا على مشاهد فيها إجرام، فيها عنف، فيها قسوة. لما بقول ده بقول دائما انه علينا ان نذكر انفسنا واولادنا بالانتهاكات الاسرائيليه المستمره تجاه ابنائنا من الشعب الفلسطيني، وما ينفعش وداني كده تاخد وتتعود على انه استشهاد فلسطينيين اثر اطلاق القوات الاسرائيليه قنابل مش عارفه عليهم وضربهم بالنار واسلحه الحيه وما الى ذلك. ما ينفعش اتعود على لازم كل حادثه من دي اقف عندها، زي ما هو العالم كله وقف عند حادثه محمد الدره. صحيح يعني بعد ما العالم وقف رجع قعد تاني، بس يعني ما علينا. امبارح قوات الاحتلال الاسرائيليه طبعا احنا عارفين انها اعتدت على الاباء الرهبان المشاركين في وقفه احتجاجيه سلميه جدا. ايه الموضوع ببساطه؟ ببساطه شديده جدا. دير القدس، دير السلطان في القدس، وهو دير طبعا معروف ومملوك لمصر ومملوك للاقباط وللمصريين، الأقباط الأرثوذكس والمصريين منذ القرن السابع الميلادي. في حجرة وقعت، كان ده من فترة، فالرهبان بلغوا هناك قوات الاحتلال الإسرائيلي، قالوا لهم إن هم هيرمموا، فقوات الاحتلال الإسرائيلي قالت لهم لا 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 ما تتعبوش نفسكم، ما تعملوش حاجة، إحنا هنرمم. طبعا ده مش لله في لله، ولا لا سمح الله يعني كرم منهم، لا لا، وغلطان اللي يفتكر كده، واضحه جدا احنا اللي نرمم عشان احنا بعد شويه نقول انه الدير ده تبعنا واحنا اللي رممنا واحنا اللي فرضنا عليه سلطتنا. منظر طبعا اللي شفناه امبارح ده حقيقي اقسم بالله يعني تهتز له القلوب ويهتز له الوجدان. فكره انه استخدم القوه عشان المشهد ده، يعني الاعتداء على وسحل يعني رهبان بهذا الشكل لمجرد ان هم اعترضوا وقالوا لا احنا عاملين وقفه احتجاجيه سلميه للغايه بنقول فيها انه هذا الدير هو دير مصري مملوك للاقباط منذ القرن السابع ونحن سنرمم هذا الدير، ولا نريد من القوات الاحتلال الاسرائيلي اي شيء، ولا ان ترمم ولا ان تدفع ولا اي شيء، فيتم التعامل مع الرهبان بهذا الشكل. خدوا بالكم ان هنا ما بقولش راهب مصري، اصل هي فكره مش انه راهب مصري، هي فكره انه رجل دين. مش الفكره هنا انه ده راهب مصري كيف يتم، طبعا طبعا باعتباره مواطن مصري كمان، دي قصه ثانيه، لكن انا بالنسبه لي رجل دين، رجل دين ان يتم التعامل معه بهذه الاهانه وبهذا العنف وبهذا الشكل شيء مرفوض تماما. خلونا ناخد هاتفيا الأنبا أنطونيوس أسقف ومطران القدس. أهلا بنيافتك يا فندم. نيافة الأنبا أنطونيوس أسقف ومطران القدس معانا يا فندم؟ طيب هنحاول نعيد الاتصال بيه مرة تانية. خلونا بس هنا ناخد كمان على يعني الشأن المصري، لأنه طبعا يعني مصر كمان كان ليها وجهة نظر أو رد على ما شاهدناه بالأمس من هذه الصور. خلينا ناخد القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أهلا بيك يا أبونا. أهلا بك. الوضع دلوقتي يا فندم، احنا كنا المفروض معانا الانبا انطونيوس بس الحقيقه الخط فيه مشكله معاه، كنا هنكلمه من القدس نعرف برضو هل عند حضرتك اكيد طبعا معلومات تداعيات ايه تطور الموقف النهارده، ايه اللي حصل؟ ما زال الموقف متعلق هو يعني البلديه هناك مصره على انها تكمل الترميم، وده اللي رفضته الشخصيه بالتنسيق مع انا بعتذر، هو الصوت بيقطع قوي، انا مش قادره اميز كلام حضرتك، معلش يا فندم الحركة تتحرك شويه لو سمحت بعد اذن حضرتك. كده كويس، اتفضل يا فندم. ما زال الامر كما هو يعني البلديه
الحكومة الإسرائيلية بتحاول ترمم الدير، وما زالت الكنيسة القبطية مصرة على إن الوضع دوت وضع مصري خالص، وإن تقوم بالكنيسة القبطية المصرية علشان ما تتنقلش ملكية الدير لحد تاني. وفي تنصيب كامل ما بين الكنيسة القبطية والقيادة السياسية، وزارة الخارجية وسفارتنا في تل أبيب، التنسيق الكامل بحيث إن إزاي نشوف الأمر ده يتحل إزاي. طيب احنا دلوقتي فندم يعني الكلمات اللي قالها مطران القدس بالامس انه الاحتلال استخدم القوه لفض الوقفه، اخبرناه اننا سنموت من اجل الدفاع عن المكان ولا نتركه تحت اي ظرف. يعني انا عارفه انه عندما نتحدث عن الدين لا نسيس الامور ومش عايزين نتكلم سياسه، لكن الصدمه اللي عندنا كلنا يا فندم من امبارح الحقيقه كمصريين، انا بقولها كمصريين، انه ما شفناش منظمات حقوقيه عالميه، ما شفناش هيئات اجنبيه انتفضت لبشاعة هذه الصور، ما شفناش ردود أفعال يا فندم اتجاه هذه الجريمة. يعني مش عارفة احنا هنا يعني حتى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هل تخاطب العالم، هل ننتظر موقف أو رد رسمي من الخارجية المصرية؟ أنا مش عارفة الحقيقة يا فندم هنا بيبقى التعامل إزاي. هو الحقيقة يعني الموقف دوت من سنة 67 مطرنا في القدس كان واخد موقف دفاعي مهم جدا بمناصرة القضية الفلسطينية، والحقيقة وكأن يعني في عقاب للكنيسة الشكل دوت. لكن كنايسنا القبطية في مختلف العالم كله ابتدت انها تعمل احتجاجات على الوضع دوت. كمان وزارة الخارجية اصدرت فعلا يعني تنديد بالموقف، وكمان حتى فلسطين سواء وزارة الأديان هناك أو القيادة السياسية هناك نددوا بالموقف دوت، وما زال الموقف احنا عارضينه على الساحة الدولية. تواصلتوا مع أي جهات يا فندم في مصر هنا؟ خارجية. الكنيسة القبطية بتنسق لحظة بلحظة مع القيادة هنا. الموضوع أصلا مش بيخص الأقباط بصفة خاصة، لكن بيخص كل يعني صحيح. عايز اقول كده الوضع المصري. صحيح يعني انا قلت كده ودي حقيقة. صحيح. الكنيسة مملوكة لمصر، فهي كنيسة مصرية خالصة يعني. هو يا فندم احنا عندنا معلومات انه الكنيسة القبطية بتمتلك 23 وثيقة بملكية دير السلطان من 1980. بالظبط، ومعانا كمان حكم المحكمة الإسرائيلية العليا سنة 71، والمحكمة دي ألزمت الشرطة الإسرائيلية بدفع غرامات و انها تسلم الدير لغضون شهر ابريل 1971، وما تمش الموضوع دوت على اساس قالوا ان دي ارض محتله. لكن احنا حسب اتفاقيات البرلين والاتفاقيات العالميه المفروض ان الوضع كما هو عليه وقت الاحتلال، يعني الدير قبطي مصري وما يروحش لحد تاني يعني، وده اللي احنا متمسكين بيه. والحقيقه السفاره المصريه قايمه بدور كبير هناك تنسيق مع الكنيسه، يمكن حتى بعد ما ابونا مكاريوس في المشهد الصعب المؤسف اللي اتعرض على الميديا. صحيح. السفاره بتاعتنا خرجته بعد نص ساعه من القبض عليه. وهو دلوقتي حالته النفسيه والصحيه ايه ابونا مكاريوس بعد ما تعرض ليه يا فندم؟ نشكر ربنا. والحقيقه التنسيق الكامل دوت هو اللي مخلي الامر في قوه، يعني ان التنسيق بيتم ما بين هنا الكنيسة والقيادة السياسية، وما بين سفارتنا في تل أبيب والوزارة الخارجية، وإن شاء الله الأمور يعني تمشي للأفضل يعني. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. خلينا